وقفوا لا تعملوا هيك. لك شو قلة هالضمير هاي؟ لهون وصلت معهم؟ صيدلية؟ يعني ما فكروا يكون في حدا مريض ومحتاج لدواء وأنا مسكرة وما في حدا غيري؟ بكرة بيبينوا مين بيكونوا يلي عملوا هالشي. كل شي بيكون تسجل على كاميرات المراقبة. إن شاء الله إن شاء الله نجلاء. شو ها؟ أنا تعبت سنين لأسس الصيدلية بس لحتى أخدمكن إلكن، هاي هي المكافأة تبعي وهذا اللي بيستاهله أنا؟ يا عيب الشوم عليكم. لك يا عيب الشوم، ما لازم حاسبن على هالعملة هاي؟ الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يا بي. شوف شو عاملي، ليك كيف كسروا الصيدلية. شفت؟ لك يوم واحد طالع من وظيفتك، ما هيك؟ لك يوم واحد بس، ليك شوف خربت الدنيا. طلع شوف كيف عم يردولي الجميلة هالحقيرين. شرف المسؤول عن هالشي. شو اللي صار؟ في كم واحد هجموا على الصيدلية وعم يقولوا رح ينتهي ظلم كورلوداك. الحمد لله على السلامة. سوهان تعالي لهون، في إزاز على الأرض. ما في شي مسروق، ما هيك يا أخي؟ لا مو جايين مشان السرقة. سببه هو اللي بعتهم يعملوا هالشي. سوهان خانم، انت بتشكي بحدا ممكن يعمل هيك شي؟ جنوب تحسين بيك عم يقول جسور على مدار أغلو هو المسؤول. انا ماني مستغرب منه، هو عم يتهمك انه انت يلي حرضتهم. هذا عم بيخبص مع هيك. الله يسامحك. جسور لا تروح، استنى. سوهان خليكي هون، برهان امسكها. سوهان تعالي هون. سوهان لا تتدخل. شباب خلص تبقى هادو هيك يا شباب. ارجع عم بلك، ارجع لورا، ارجع لورا، خلص الشباب. سكوت بقى وارجع لورا. حب كلامك بلا ما ادفنك هلا. ها ليكني واقف، تعال فني. لك لا تحكوا هيك مع بعض، عيب عليكم. انتوا كلياتكم حجار شطرنج والختيار عم يحرككم مثل ما بده. ما فشرتوا لك؟ مو انتوا ركضتوا ورا هالغريب هاد؟ لا تخلط الامور ببعضها، عم تفهم؟ انت اللي عملت هالمشاكل هون؟ يلا قل لي، مو انت؟ انت اللي قلت لنا على الشكوى. ولا ست حلقك، ما عاد فيني استحملك. نقلع من هون احسن ما كلنا نقتلك. خلص يا اخي، حاجه ترد عليه. انتو خدام عند علم دار اوغلو، عم يستغلكن وعم يضحك على الكل هون. بنصحك توطي صوتك ولا بورجيك شي ما بيعجبك. علم دار اوغلو كله بسببك. شفت ما هيك؟ سمعت باذنك؟ شفت انك سبب بكل المشاكل اللي عم تصير هلا؟ لانك عم تعلق الناس ببعضه. ليك يا كورلو تاك، انا مالي علاقه وكل هذا بسببك. جسور خلصنا. كله بسببك يا حرامي يا نصاب. بابا اخ راسي. تحسين بيك. بابا ارحموني هيك. بابا صار لك شرع، امسكوا لي هالواطي. تعال هون، اتركي حقي. سوهان فيكن شي؟ الكل منيح؟ ايه كلنا مناح مناح. هلا ارتحت يا عالم دار اغلو؟ كله بسببك. لك كل شي صار بسببك. يلا بابا يلا، خليني ضمد لك جرحك. كنت رحت بشربة مي، أنا فكرت راسي انقسم لنصين. هنن مفكرين حالهم إذا عملوا هيك بدهم يخوفوا لتحسين. الله نفذك منا. حتى جربوا يقتلوك بالسلاح والحمد لله ما طلع بإيدك.
يلا انت روحي لعند جوزك، اركدي لعنده اركدي. بابا لو سمحت. بس اعرفي انه ما رح يرتاح لحتى يقتل ابوكي. انت بتعرف كيف تخلي الناس تشفق عليك منيح يا كورلو دار. جزور. لك رجعي خاني عجبك؟ بس قلي ليش؟ لحتى خليهم يكسروا ازاز الواجهه تبع الصيدليه، فهمني ليش لحتى اعمل هالشي؟ انا شو الي علاقه بمثل هيك عمله وسخه؟ اشرح لي. طبعا هلا عم تقول هالشي ما؟ بس اليوم لما فتت بين الناس بالساحه حضرتك ما حكيت بهالبراءه.